لهلا ساكت يا ابو سعدو؟ لاني هلا عرفت من مرتي. تضرب انت ومرتك. الله وكيلك، هلا عرفت. الله وكيلك. لك يا حيف، انت ما لازم يكون بوشك شوارب يا حيف على هيك رجال. خير خير خير، شبك يا مختار؟ عود اسمع اسمع شو حكى ابو سعدو. شو في يا ابو سعدو؟ هيك لك مرت ابو هشام ورا كل هالمصايب يلي صارت، واللي قتل بنتك يا ابو سعدو مخبي وراه سر كبير. لازم تنال عقابها يا مختار، هي وكل مين بيأذي الناس. شلون سيدنا؟ لازم نخبر الكركون عنها. شلون؟ المذنب لازم ينال عقابه حتى لو كانت حرمة مثل الست ام هشام. لا لا لا، طول بالك هلا يا سيدنا، خلينا ندرس القصة مع رجال الحارة. بس الشغلة واضحة يا جماعة. لا لا مو واضحة سيدنا. ابو سعدو لسه ما له متأكد، مو هيك يا ابو سعدو؟ لا متأكد يا ابو عطا، متأكد. والحكي اللي اولوه بعدين من تحت راسها. شو يعني يا ابو سعدو؟ يعني بدي اشتكي عليها للكركون. لك حتى انا صدقت انه كان عم يلاحق بنتي. لا لا طول بالك هلا شوي لنشوف القصه، لنشوف اذا كانت مزبوطه ولا حرمتك عم تتهمها. حرمتي قالت يلي صار، وما في غير عزيزه يلي قالت لبنتي، ما في غيرها. ابو سعدو لا تروح على الكركون. ها شو عم يبكي وهو طالع؟ الحامه يا ابو عطا، الحامه الضنا غالي، ادعوا له بالصبر. طيب طيب هلا خلونا نفكر بالعقل. تفضل يا ابو عطا. كلام ابو سعدو ما بيفوت بالعقل ولا راح يتصدق بنوب يا مختار. شلون يعني يا ابو عطا شلون؟ يا مختار لو كان مثل ما قال ابو سعدو انه عزيزه هي يلي قتلت خجو، كانت قتلتها على شغله اكبر من قصه بيت ابو سعدو. شلون يعني يا ابو عطا؟ ولو كانت بدها تقتلها عن حقه حقيقي، ما كانت عطت حجه البيت لخطاب. مزبوط كلامك يا ابو عطا، بس شو يا مختار؟ بس ليش هي اللي كانت ورا كل هالقصه من اولها؟ وليش بنت ابو سعدو هي المقتوله مو غيرها؟ في سر كبير ما انه مبين معنا لهلا، وانا بقول خلينا نكمل سماع الشهود. طيب ام هشام شو بدكم تساووا فيها؟ حرمت ابو هشام رح تكون شاهد مع الشهود، بس ما لازم نتهمها بقتل بنت الحارس. وليش مصر على براءتها يا ابو عطا؟ لانه شغله اكبر منها بكتير، بس هذا ما بيمنع انه نحطها بوش الاتهام لحتى نعرف مين القاتل.